شهدت المشاريع الإسكانية نهضة كبيرة في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وبمناسبة اليوم العالمي للمدن، يستذكر المواطنون التوجيهات الملكية السامية لتحقيق العيش الكريم من خلال المدن الجديدة والمشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة. وجه بهذه المناسبة الوطنية ببناء 40,000 وحدة سكنية جديدة وفي أقصر مدة ممكنة. نهضة تنموية في القطاع الإسكاني وعهد زاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برؤاه الحكيمة ونظرته المستقبلية. إنجاز يليه إنجاز ومشروع يليه مشروع آخر وهدف وجه به جلالته أيده الله في بناء 40,000 وحدة سكنية تغطي كافة محافظات المملكة. نود التأكيد على أن مملكة البحرين ما كانت لتصل لهذه المستويات الرفيعة من الإنجازات لولا استجابة أهلها الكرام لمتطلبات التطوير والتعمير ولامتلاك الإنسان البحريني لفكر مستنير وقناعة مستقلة تجعله قادراً على تجاوز التحديات واقتناص فرص التغيير الإيجابي في سعيه لخدمة وطنه، وأنها لقيم رفيعة يتميز بها أهل البحرين الكرام على مر الأزمان، وتأخذ بهم على الدوام نحو وجهة الاستقرار والأمان بعون من الله. رؤية جلالة الملك المفدى وتوجيهاته الحكيمة أسهمت وإلى هذه اللحظة في بناء 5 مدن في الألفية الجديدة، وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي، ما جعلها مجتمعات جديدة ومستدامة تتناغم مع محيطها من نسيج اجتماعي، ما يعكس نجاح تلك الرؤية السديدة لجلالة الملك المفدى. فإن أمر جلالتكم السامي يا صاحب الجلالة ببناء 40,000 وحدة سكنية يمثل علامة فارقة في مسيرة الإسكان. هذه المسيرة التي شهدت إنشاء العديد من المدن الإسكانية ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة. ما تحقق في العهد الزاهر لجلالته أيده الله مقدر من قبل المواطنين المنتفعين من هذه المشاريع الإسكانية، إذ أن ردود الفعل الإيجابية للقاطنين والزائرين لمدن البحرين الجديدة دائما ما تتصدر المنصات المختلفة، للتأكيد بأن المدن ذات تصاميم مبهرة ومواقع متميزة وتحقق العيش الكريم للمواطنين. افتتاح هذه المدن في سياق النهضة العمرانية والحضرية الشاملة ومراعاة لاحتياجات مناطق البحرين كافة، تؤكد أن التوجيه الملكي السامي يهدف لتعزيز موقع ومكانة كل محافظة من محافظات المملكة بما يحقق العيش الكريم لكل مواطن بحريني. فعهد جلالتها أيده الله مشهود له من المواطنين بما تحقق وسوف يتحقق في ظل الرؤية السديدة لجلالة الملك المفدى.